دخلت بدلت حوايجي وها انا معاكم الزينات. كي دايرين لاباس عليكم؟ صحه لاباس، كله تمام. فيديو اليوم غادي يكون فيديو في واحد الوجبه على السريع، يعني غير دخلتي للدار كاين اللي باقا بحوايجها كتبقى في صباطها عارفه، لا ما بقاش عندي هذيك، قليل جدا. هذاك الشيء كان عندي من زمان، ملي كان عنده ملي كانوا زعما وليداتي صغار خصني نطيب لهم ماكله ونوجد. دابا لا، غنوجد ليا واحد الماكله زوينه خفيفه ظريفه وبنينه ومغذيه وسهله التحضير، سهله بزاف البنات. اول ما دخلت بان ليا تما الزيت ناقص، ديما تنعمر باش ما كيبقاوش يقيسوا ليا تقريبا هذوك البلايص اللي كنحط فيهم داك الشيء الزايد، كنعمر هذوك القريعات صافي وهما تيبقاو ياخذوا منهم لو بغاو يطيبوا لهم اي حاجه. ديما الزيت البلدي انا تنخدم بها، هذه الزيت تقريبا غير ديال الطبخ. بغيت تخرج؟ ها بغيت تخرج؟ بغيت تخرج؟ بغيت تخرج؟ غادي تسنى ماشي دابا، بلاتي ناكل عاد نخرجك. اوكي اوكي بابي، اوكي بابي، قاعده خايبه بابي، قاعده خايبه. خرجت رميت دابا شي بلاستيكات وقراعي ديال الزاج وداك الشيء وما لبست، عرفتي كاينه الشتا وهذا الشيء هو اللي كاين، ملي ما كنلبسش عليا هذا الشيء هو اللي كيلعقني في الدار، ما عرفتش علاش كنسى. عرفتي محتاجه الحامض البنات، ولكن عندي واحد الطريقه واعره، ما غنستعملش الحامض خضر لا، غادي تندير ليه واحد الطريقه باش نيت ما تيخمتي بحال اللي كيكرم في الثلاجه ملي كيطول بزاف، وانا ما كنبغيش نضيعو حيت بعض المرات كنحتاجو هكا على السريع، خصوصا في الدجاج وفي الماء هكاك مرصوات في الماء في العصائر في الطياب في اتاي بزاف. كنشري هكا الحامض على هذا الشكل البنات، وكندير ليه واحد الطريقه واعره. نتوما غتشوفوني دابا غادي نجبدو من الفريكو وغتشوفوا الطريقه وغادي نطبقها معاكم باش نسهل عليكم حتى نتوما الا شريتو بحال هذا الحامض الصغير وديرو بزاف. اوكي هاو البنات، دايراه في الكونجيلاتور. ها هانوبي هاو قربي سهلي، شتو هاتي زويون خاشية. هنا كنكون كنعمرها هادي ملي تندير الكمية هكا كبيرة كيما وريتكم، هادي إلا قطعتها كتجيني بحركة الواطا. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو، عرفتي ملي كنحتاجو داكشي سهل وسريع وكتبسط عليكم وتسهل عليكم الخدمة، والحاجه كتكون موجوده عندكم اكثر هي في الماء. اللي بغى ينسم الماء ديالو وقد النعناع شويه ديال الحامض العصائر، طحنوه هكا تخلطوه مع ماكله مع راه بزاف ديال الحوايج تقدروا ديروهم مع هذا الحامض. يلا دابا نعطيكم دابا الطريقه من بعد باش توليو نتوما تطبقوها توليو ديروها غادي تذكروا زيكا سهله بزاف، ما كاينش ماشي حامض مصير هذا كتبقاي تشمي حامض حامض. خديت الحامض طريقه سهله وسريعه بزاف، غسلوه ضروري ما يتغسل، لانكم ملي كتجبدوه كتجبدوه نيشان كتستعملوه ما كتحتاجوش تعاودوا تغسلوه ثاني. نشفوا الطريقه قبل ما ندخلوه الفريكو، غادي نشفوا والطريقه سهله جدا بسيطه، حيت هذا الحامض دابا صغير انا غنقطعو على شكل دوائر رقيقه وصغيره حيت هو صغير، لا كان كبير كنقسموه هكذايا على جوج، ملي كنقطعو هكا على شكل دائره كنزيد نقسمها على جوج، كتجيني زويونه كنستعملو كما قلت لكم. هو عنده بزاف ديال الاستعمالات في الطبخ في التنظيف وفي العنايه بالبشره، راه بزاف بزاف ديال الحوايج. طريقه باش غادي تحت هذه ضروريه ومهمه، ما تشديش كله وتجمعيه وديريه في صاشيه وتدخليه في فريكو، لان ملي غتخرجي غتلقاي كره غتلقايهم مزديين كاملين وما غتلقايش ما تقديش تهزي منهم طرف، يعني غتسناي حتى تذوب لك الخنجه كلها. لا كديري بهذه الطريقه كتوزعيهم كاملين، ني تقريبا كل طرف خصو يكون بوحدو، من بعد كنغطيه لان حيت باش ما تطيح ليا عليه حتى شي حاجه وزعما يبقى عندي نظيف، لانني غنستعملو كيما قلت لكم ما غنحتاجش نعاود نغسلو ثاني من جديد. وغندخلها غنديها دابا كيما تشوفوا غنديها للفريكو غادي يجمدو، ومني غادي يجمدو عاد غادي نشدهم ونجمعهم كلهم في هذيك البواطه ولا في صاشيه.
بابي نعس مسكين، كان كيتسناني نخرجوا نعس تيجيو الدراري ويخرجوا ما يضربوا بي واحد الدوره. ما تبقى لي من الحامض انا دابا هذا ما نضيعوش، غنسم بها البنات الماء. دابا غنشرب كاس ديال الماء باش غادي نطيب معكم واحد الاكله زوينه البنات، غادي تعجبكم اللي غيجربها غتعجبو. هذا النوع ديال الاكل زوينين وبنانين بزاف وساهلين في التحضير، ساهلين بزاف في التحضير. غادي تخليكم معايا دابا ونبدا معكم تقريبا الطريقه. خديت هنايا الصدر ديال الدجاج، جوج صدوره ديال الدجاج، المهم على حساب انايا تقريبا غندير غير ماكله ديال شخصين فقط لا غير. كاينه الماكله للدراري وكاين اللي كيجي واكل اصلا، كيجيو معطلين على حساب الوقت ديالهم. غناخذ نخليها هكا خليته على جنب، خديت هذاك الحامض اللي شفتوه هكا، غنخلي ليه هذاك القشور ماشي مشكله، وغادي نزيد عليه غنحطو في هذاك الخلاط، وغادي نزيد شويه ديال الياغورت الطبيعي. تشوفوا دابا هي الطريقه ديال التحضير ديال هذاك الدجاج، شويه ديال الياغورت الطبيعي، جوج فصوص ديال الثوم ماشي بزاف، على حساب كل طريف درت ليه طرف هكا يا صغيور. وغادي نخلط كلشي هاد المكونات، غادي نطحنهم نخلطهم مع بعضياتهم، نصاوبوا بحال هاد الخلطه ولا هاد الصوص هذا باش نرقدوا فيه هذاك الدجاج. ما نكذبش عليكم البنات كيفاش غادي يجيكم البنه، كيفاش غتجيكم في هاد في الدجاج، غاتجيكم زوينه بزاف. المهم جربوها وغادي تشوفوا دابا الطريقه. غناخذ هنا هذه فلفله حلوه وحاره مخلطه انا بجوج مع بعضياتهم، ضفتهم على الدجاج كيجيو هكا كيعطيو واحد البنه زوينه، والملح على حسابكم نتوما يا غادي ديروها. غادي نخلط الخليط كله دابا مع بعضياته، وضروري ما نخليو تقريبا هاد الدجاج قبل ما نوجد ما تبقى من الخضار وداكشي اللي غادي ندير معاه، داكشي اللي غيرافقو. لا غنخليه دابا يترقد فهادشي، غنخليه خليه دما على خاطرو باش يشرب داكشي. مشيت للثلاجة هي باش فين دخلت في الاول عرفت دابا شنو عندي وشنو باغا ندير. شي حوايج ساهلين ملي كتكون عندي الخضره، ترى اغلبيه قلت لكم انا عارفين من زمان كندخل تقريبا الاغلبيه كندخل الفران، الماكله عندي السريعه باش كنقضي حوايج اخرين. خديت هنا الغوز ماغي غنبدا به هو الاول، غنقول لكم شنو غندير. الغوز ماغين ولا الغوز ماغي ولا اكليل الجبل ما عرفتوش شنو سميتو بالمغربيه، وغناخذ فيه واحد الريحه رائعه زويونه بزاف هذا الناشف. ونقدر ناخذ حتى الطبيعي حتى هو يا زوين طري، ما عنديش طري، شويه ديال الملحه. وغادي ناخذ هنا غير الزيت الروميه غادي نخويه تمايا، وغنقول لكم دابا شنو غادي نحضر وشنو غادي تصاوب الزيكه. غتشوف فيا واحد الجوع يا البنات، راه ما نقولش لكم فيا الجوع بعد مرات ما كنبغيش ندخل وندير هكا شي حاجه ولا دي صافي باش ما ناكلش معطله، كنبغي ناكل نيشان بكري بس صافي ما كتبقاش تابعاني الماكله بالليل. عندي هنايا جوج ديال الدنجالات خديتهم وقطعتهم بهذا الشكل هذا على النص، شوفوا الطريقه زويونه غادي نديرها معاكم. قلت لكم البنات ما كنبغيش باش تعرفوا حتى الطبيعه ديالي في الماكله، غادي نشرحهم من الوسط بهذه الطريقه اللي كتشوفوها معايا. راه الفيديو كتشوفوا الطريقه دابا كيفاش كندير ليهم. قلت لكم بحيت كتسولوني بزاف ما كنعاودش ناكل تقريبا البنات من بعد السبعه، من بعد السبعه ما كناكلش صافي، كنبغي ناكل دابا يا بكري وصافي. كتبقى تابعاني غير شي مشروبات شي حاجه خفيفه كيكس شي حاجه، داك الخبز اللي كنصاوبو ديال الزريعه ولا شي حاجه هو اللي كنبقى كناكلو من بعد. انا خذ هنا فلفله عندكم الخضراء والحمراء بجوجهم زويونين هادوك، كل وحده وبنتها والاخرى كتعطي واحد المنظر تا هو في الماكله. خديت هنا الثومه حيت لا غير هذاك الراس ديالها، وغتشوفوا دابا الطريقه معايا. جبت اللاطه ديال الفران وفرشت عليها هذاك الورق، وغادي ندير دابا كل شيء هاد تقريبا هاد الخضره كلها غادي نشدها وندخلها الفران. البنات دهنتها بهذيك الريحه ديال الفران ملي كيكون شاعل كيعطي ديك الريحه ديال الغوز ماغي، كيعطي الريحه زوينه والله الا كتشهي حتى الماكله امتى طيب وتسالي كتجي بنينه. دهنت هذوك الدنجالات وزدت ثاني غطست هذيك الثومه تمايا فداك الزيت وداك الشيء اللي درنا،
ونفس الشيء غادي نديرو مع الفلفله. خل غير بهذه الطريقه تبعوا ديما مني كنعطيكم شي حاجه، والله الا البنات كنعطي لكم من قلبي، راكم حفظتوني تقريبا متابعي زيكا الاوفياء عارفين هذه القضيه. ما كان زعما اللي كنديرو هو اللي كنسجلو كنتقاسمو معاكم كنوري لكم، شي حاجه اخرى ما كايناش البنات، يعني اللي كتشوفوها هي اللي كدار. هاد الشكل هذا اللي كتشوفوه حطيتهم كاملين، وخليت البلاصه للدجاج حتى هو باش حتى هو نحطو، حيت كلشي تقريبا غادي يطيب ليا دقه وحده البنات، ما غاديش تعطل ليا هادشي في الطياب. كاع لا بغيتو كنتو زربانين زربانين، حيت زيكا تعطيكم تاني شي حوايج كنجربهم، كنتو جد زربانين غطيو هادشي كله ببابي الومنيوم ودخلوه للفران. دخلته غادي حطيت تمايا الدجاج وغندخلو على درجه حراره تقريبا 180 درجه حراره، ونخليه يطيب شي مده ديال 15 دقيقه تقريبا هكا. عادتي البنات من غير الحامض بغيت نقول لكم واحد الحاجه تعلمتها شفتها وطبقتها، عادتي شي حاجه سهلات عليا حتى هي، اي حاجه قلت لكم كنلقطها كتعجبني كنجربها كنشدها صافي غنتقاسمها معاكم. جربتها واللي غتجربها ما تقولش لي ما تكتبوش لي ثاني لهلي حرق يا زيكا، سيري لهلي حرق فك شي عظم، وتينا عام حنا كنا كنتحركوا ملي نموتوا عباد الله هاشي كنبقى كنضحك ملي كنقرا بحال هكا تعالي سيري لهلي حرق فك شي عظم ويلي تينا عام كنا كنتحركوا حنا. لا غنعلمكم ولا حيت انا تعلمتها حتى هي اللي ما كيعرفهاش واللي غيتعلمها من عندي يشكرني عليها بزاف، فيما يديرها يتفكرني يقول لي سيري يا زيكا الله يلاه خطيك الله يعطيك الصحه يا زيكا. غنوريكم الطريقه باش تسخنوا خبز ديال التورتيه بطريقه سهله جدا بزاف 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 بزاف، زيدوا عليها الطريقه ديال الحامض حيت غادي تفكروني به خصوصا في الغسيل ديال الدجاج مع كتكون فيه ديك الريحه ديال الزفوريه. الطريقه سهله البنات، خديه جبديه من الفريغو طحنيه ولا معسيه بحال هكا، ديري لي اللي بغيتي احسن حاجه، ومني يكون عندك دجاجه ولا دجاج ولا شي حاجه صافي جبدي هذاك الحامض وخويه في الماء وخليه خليه خليه مع الدجاج، عرفتي غيتغسل لك الدجاج ماشي تحيد هذيك الريحه كاع اللي ما كتعجبكش غادي تطير. يلا نشعلو على نطفيو على الفران ونكملو الباقيه ديال الماكله ساهله. عرفتي راه ريحه الفلفله ما نعاودش ليكم، ويلي ويلي شاده من هنا للفوق عرفتوا الطريقه احسن من المقله بزاف بزاف، حيت انا متعوده كنسخنو غير على المقله، ولكن شوفوا لي هاد الطريقه هذه، خديت الشبكه ديال الفران وحطيتها على هاد النوع ديال البوطات، شوفوا دابا الشكل ديالها كيفاش داير سهل، وتجيب خبز تورتي عرفتي غيتقر من لك البنات احسن من المقله. المقله كتعطل لان المقله براسها بحد ذاتها خاصها تسخن، ومني كتسخن ما كتقرملوش لك بهاد الطريقه اللي غيتحمر، هذا راه بحال الجريل بحال كت بحالو بحال مشعله عليه الفاخره البنات والله العظيم. شوفوا انا غندورو لكم تتحمروا نحمروا هكذايا مزيان، ما تخافوش دوك الدخان اللي طالعه ديال لاطا معفونه البنات بان الحم لا 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 شي حاجه لاصقه في هذيك الشبكه نيت شوفوا البنات كيجي واعر. طاب دابا كلشي غادي نخرجو من الفران، وجدت تقريبا الخبز وغتبقى ليا ما غنعاودش نطيب صافي، هادشي اللي غادي نجبدو هو اللي غتشوفوا معايا دابا الطريقه كيفاش غادي ندير ليه. طاب كلشي مع بعضياته، الدجاج حتى هو جبتو ما نشفتوش لانكم عندكم على حساب تاني كل واحد دجاج بلديه داكشي راه كيختلف تاني. الدجاج الا كان من نوع ديال كيطيب دغيا دغيا ما تدخلوش مع الدنجال حيت كيتعطل، حيت الدنجال انا عندي طاب دغيا، ولكن كاين الدنجال اللي كيتعطل في الفران خليته تدوز واحد 5 دقائق عاد حطوا الدجاج باش ما يجيكمش الدجاج ناشف، هذه غير باش نقولها لكم حيت الطعم الدجاج لا نشفتو كيجي باسل، هو خصو يبقى شويه فازق وزويون في المضيق.
حيدت القشور ديال الفلفله وحيدت القشور ديال الى ديال الدنجال صافي درتو نقيتو. نفس الشيء مع الفلفله، سهله الفلفله دغيا 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 كتتقشر ماشي صعيبه. ونحيدوا لها هذيك الزريعه حتى هي ديالها، وغادي نفس الشيء غادي نديرو حتى هو مع الفلفله الحمراء. الفلفله الحمراء جاتني طابت، شو نزلتو بجوج الخضره بقات شاده في راسها، والفلفله كون فوت لها والحمراء كون فوت لها واحد شويه كانت غادي تدوب، خلاوها في الفران. داكشي علاش الواحد خصو يكون عارف كل حاجه. راه انت كتعرفي الخضره بكثرس ما علاش كنقول لكم بكثرس ما كديروا الحاجه كتولي انت كتعرفي شي حوايج كديريهم غير مع راسك. نعرف امتى ندير هادي وامتى ما نديرش هادي. دابا نتسنى على هادي وعاد ندخلها حتى عارفه كل حاجه كي كطيب. الثومه نفس الشيء، الثومه بهذه الطريقه ملي كتدخلوها الفران عكس ملي كتكون طريه وكتمعسوها تما الى حكيتوها ولا هذا كتجي ريحتها مجهده. هذه لا كتجي كتعطي ديك الطعم الزوين ديال الثومه ملي كتكون داخله الفران، كتعطيكم ديك الطعم الزوين في نفس الوقت الريحه ما قوياش ما مجهداش. بهذه الطريقه يمكن لكم يا تخدموا الموس اي حاجه. غير بغيت نخلط انايا كل شيء مع بعضياته بهذه الطريقه، وغادي نزيد عليه ما تقولوا زيكا كاين اللي عزيز عليه مطيشه باش ترجعوا زعلوك. انا لا ما بغاش ندير هنايا مطيشه، غادي ندير شويه ديال الكمون ويعطيني ديك النسمه زويمونه ديال الكمون، خصوصا دابا ما غاديش يطيب ريحته غادي تكون زوينه. وشويه ديال الملحه على حسابكم، منساوش انهم راه فيهم ديجا الملحه يعني غير واحد شويه. غادي ندير الصلصه هنا، ندير واحد الصوص شويه ديال الحرور. غتجي الريحه زوينه البنات، الريحه وبنه، وغادي يخليكم مازال تاكلوا ويعطي فيه واحد البنه زوينه صافي فقط لا غير. ما ندير لا مطيش حيت كاين اللي ما كتعجبوش مطيش ما كيديرهاش ما ديروهاش. انا من النوع ديال ما كنكثرش مطيشه في الدنجال والفلفله. غادي ناخذ هنا التبصيل صافي، غنوجد تقريبا كلشي غادي نديرو في دقه واحده زعما، غادي نحط كلشي بهذه الطريقه هذه. وهذه الاكله درتها تقريبا لشخصين ماشي لشخص واحد. غنشوفوا غير الطريقه دابا غادي نزلها لكم في الطبق. الا بغيتوا تحطوها بنفس الطريقه ديالي تقدوا ديروها، ما كاينه حتى شي مشكله. خليت هنايا واحد الفراغ الوسط ديال الطبسيل، وقطعت الدجاج هكاك على شكل شرائح، هذاك الطرف ديال الدجاج ديال الصدر، وحطيته الوسط. الا بغيتو ديروها الطريقه مزيانه، خديت شويه ديال المعدنوس وقطعته، وهو اللي درته على فوق ديال الطبق باش كيجي المنظر زوين. ديك الخضوره كتعطي واحد شويه الريحه زوينه، وفي نفس الوقت المنظر ديال التقديم ديال الطبق يجي زوين. اكله جد سريعه، والخبز غتشكروني على الطريقه، لان حتى الرغايف الا بغيتو تسخنوه بنفس الطريقه حتى هي غادي تجيكم زوينه وسهله، ويجيكم داكشي مقرمل ومحمر بزاف. من هنا فصاعدا هاد النوع ديال الاكلات ما كان قليل فين تنتقاسمهم معاكم، كيكونوا مزروبين البنات، كيكونوا مزروبين وما تنديرهمش لكم بزاف في القناه. والمره الجايه ان شاء الله الا درت شي حاجه حمراء واحد النهار طيبت العدس ولكن بالطريقه ديالي البنات، بحال شكل البصاره واعر، واحد شويه ديال اللحم حتى هو من الفوق. خصني ثاني نعاود نتقاسمه معاكم البنه البنات، ما نعاودش لكم حتى هذاك الشيء غير غمس بان ليا جاب ليا الله بحال خصني عرفتي بحال جاتني على كاس ديال اتاي ولكن بالشيبه البنات. عيط ليونس غنقول ليه جيب معاك الشيبه دبر عليها شوفها فين كاينه جيبه. والله الا واحد البريريت صغير راه نديرو مع الشيبه. بنينه البنات هاد الماكله، وسريعه ومغذيه وخفيفه ليكم، وما كتضيعش الوقت، وفي نفس الوقت راه كتشبع. جيكا مشات مع الماكله ونسات ان الكاميرا شاعله. ويلي ويلي غنبقى نقول لكم ويلي ويلي ويلي. هذيك اللي كطيب وكتبقى لاصقاكم عجباتكم الماكله ولا هي انا ديال دابا اشكال راسها. يلا الروتينات ديالي غادي نضطر نخليكم هنايا، وغادي نقول لكم بصحتكم تنتوما الا طيبه، نقول لكم بصحتكم الماكله اللي خطاكم عليا الزينه ديالي، ونهاركم مبروك ولا امسيتكم سعيده، وما تبخلوش عليا بلايف. وانا صرت بعدا الماكله.
ما تبخلوش عليا بلايك تعاليق ديالكم الزينات ديالي لا خطيكم عليا وتقول لكم زيكا بسلامه بسلامه الزينات. ترى هادشي راه عجيب غريب حتى خصو شي برادات هادشي وقل ويلي 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 العلب لنا كيداير داكشي مشوي من عاود ليكم البنات. لا ويلي عاود يا زيكا دنيانه.